بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك go.
ورفع عنه السوء
وأعتدت لهن متكئين
سكينا أرسلت إلينا وأعتدت لهن متكأ فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن وقلنا حاش لله ما بشرا إن هذا إلا ملك كريم وقال العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم
فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونا من الصاغرين. فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونا من الصاغرين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. وإلا تصرف عني كيده أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. قال
أنه ناج منهما
فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون فلا كيل لكم عندي ولا تقربون وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها فلما رجعوا إلى
ما كان
مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ۚ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ وفوق كل ذي علم عليم. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. قال أنتم شر مكانا، والله أعلم بما تصفون. إنا نراك من المحسنين. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا. قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي، وهو خير الحاكمين.
فَلَمَّا
مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أإنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفن قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم فلما قال ألم أقل لكم إني
أعلم من الله ما لا تعلمون قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث
فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وما أرسلنا
ولا